القوات المسلحة أكبر من المزايدة. القوات المسلحة أكبر من المزايدين. القوات المسلحة أكبر من الجدل والجدال والمجادلين والمنظرين والمنظراتية. القوات المسلحة هي عمود الخيمة المصرية. النهاردة وإحنا بنتكلم على القوات المسلحة أتذكر هؤلاء الخونة اللي كانوا بالأمس يشيدون بالقوات المسلحة، النهاردة بيهاجموا القوات المسلحة، النهاردة بيشتموا القوات المسلحة، النهاردة بيحاولوا يهيلوا التراب على القوات المسلحة. اللي قالوه قبل كده على القوات المسلحة واللي بيقولوه النهاردة، إيه اللي حصل في النص؟ هو ده الكلام يا مصريين. مش عايزين ننسى، لن ننسى إن هذه الأبواق والألسنة والأقلام كانت تشيد بالأمس، النهاردة بتهاجم لغرض في نفس يعقوب فضحه الله. إيه؟ عايزين ينهكوا الجيش، يلهوا الجيش، يضايقوا الجيش، وبعدين يضايقوا الرئيس وينهكوا الرئيس. فاكرين الكلام اللي الاخوان كان عندهم تكليف من المخابرات الامريكيه ولا البريطانيه انه انهاك الرئيس عبد الناصر؟ ما قلناها من كام حلقه يا جماعه، الموضوع ما بتتغيرش، لا تتغير، نفس الافكار نفس الخطط. وقلنا وبنعيد تاني،